وين اهلك انت؟ وين اهلك؟ يا طلعك ما تقدر تشتغل. ابوي خابر لي، خابر لي بس. ابوك شو يشتغل انت؟ ابوك شو يشتغل؟ محلات. عندنا محلات مطلعك تشتغل بنتك مو؟ ما يخاف عليك هسه تقتل لك واحد بالشارع ويقتل لك واحد. ها حبيبي تعورته تعورته؟ طلع هاي اخذت موبايلك انا عندي شوفه وهذا بيتنا خليج ابوك خليج يجيني بسرعه. يلا يلا امشي تعال طب يلا شوف دايخ روح دايخ بالشارع. ها شني؟ شكلك شبيك؟ هذا عبد الناس الغربات. ايه؟ وشلون هسه العالم وين هم؟ احنا هنا هذول يشبهون. شنو عليك؟ سويت من ابوي. الو انا السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. شنو اخوي ابن داعم بكم؟ اي عمي انت مطلع هذا ابنك بهذا العمر كان موت هذول فين هذا؟ شوف هسه هذا راسه مرن وهذا شوف الترابل بي شوف الترابل بي طب عليهم بنتك هنا بالشارع كان موتهم. زين انت ما تخاف علي طلع بالشارع؟ يلا هسه هو هذا عمر ما سياقه بعد انت مو خايف على جالك مطلعهم بالباب؟ عمي بابنا وين اوديهم؟ بس انت هذا هذا عمره هذا شافك هذا عمره مطيتك تشتغل بها بالشارع انت ما تخاف علي؟ ما تخاف علي؟ اريد اشد عوده اول شد عوده يعني هذا هذا ما شغل هذا مال المدرسه عمي مو مال شغل انت انت ما تخاف من الله الاصغر منه يشتغل عمي مو يشتغل بس هذا صغير بعد يعني كان موت الجهال هسه بالشارع يا بعد اخوك انت ما تخاف عليهم؟ هسه انت ما تخاف على ابنك خاف على جهال العالم عمي هذا ابنك مال المدرسه مو مال طلع يشتغل بتكتك انت ما تخاف على جهال العالم لا ما تخاف على ابنك خاف على جهال العالم يضرب له مره يضرب له سياره يضرب له طفل لا تبتلي انت من ورا انا ما ابتلي احسبها علي وش تريد انا خساره والله شو احسب عمها موبايل ابنك وعمها تكتب بيها لا تخليه يشتغل بيها بعد زين وش تصير بيها انت مكان خوش يلا يلا طب شوف تعال تعال اصعد شوف هذا موبايلك شوف شوف ارجع للشغل ودير بالك على العالم خوش مو تسوق سريع يلا توكل محروس بالله يا عالم يا ترى عم خلينا نعيش تعرفوا عليكم يلا ابوك شو يشتغل انت شو يشتغل ابوك؟ محلات ما ابي لا اضحك هسه خلي يجيبوه وانا فاهمه يا هسه خلي يجيبوه ما اضحك يا بابا بس دائما تعال وين ما اضحك لا تضحك لا تضحك لا تضحك تعال انزل 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 شوف روحك تروح دير وشك دير انزل اي يلا